تمام سابعة بتوقيت الجزائر. مشاهدينا أهلا بكم في متابعاتكم مباشرة من قناة شروق نيوز الجزائرية. واليوم سنقف على مشاركة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي بروسيا. وأكد رئيس الجمهورية اليوم بسان بيترسبورغ الروسية أن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراته. وخلال إشرافه على افتتاح أشغال هذه الجلسة العلنية، تقدم الرئيس الروسي السيد فلاديمير بوتين بشكره لرئيس الجمهورية لمشاركته كضيف شرف في أشغال المنتدى. وتعرف أشغال اللقاء حضور أكثر من 17 ألف مشارك ممثلين لنحو 130 دولة، مع تسجيل مشاركات رفيعة المستوى لعديد من الدول. ويعد منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي أحد أكثر المنصات شهرة لإجراء مجموعة واسعة من المناقشات حول الاقتصاد الروسي وحول القضايا الدولية أيضا، بعد أن اجتذب أكثر من 14 ألف شخص من 130 دولة. كما عرف هذا الحدث العام الماضي توقيع 700 صفقة بقيمة تقارب 5.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 66.8 مليارات دولار. ويبحث المشاركون هذه السنة محاور سبل التنمية السيادية باعتبارها الأساس لعالم عادل. مشاهدينا، وفي مناقشة هذا الموضوع يلتحق بنا بالبلاطو ونرحب بالسيد الهواري تغرسي الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق. أهلا بك معنا سيدي. شكرا لك. نرحب أيضا بالسيد عبد الرزاق صغور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك معنا سيدي. أهلا وسهلا سي صغور. البداية ستكون معك، وقبل الخوض في تفاصيل تصريحات رئيس الجمهورية و تفاصيل أيضا منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي بصفة عامة، كيف تبعتم زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى روسيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بأخي وصديقي تغرسي، أشكرك على الدعوة. طبعا العلاقات الجزائرية الروسية هي ليست علاقات جديدة، هي علاقات تضرب في التاريخ، يعني سواء الاتحاد السوفيتي اليوم، رؤساء روسيا كانوا دائما يزورون الجزائر، ورؤساء الجزائر دائما يزورون روسيا، سواء أبو حنيفة رحمه الله، سواء الشاذلي بن جديد إلى غير ذلك، كلهم كانوا يزورون روسيا. ربما المرحلة الأخيرة مرحلة العشرية هي أنه لا نظرا لظروف، ربما غير ظروف استثنائية، الجزائر ما قامتش بزيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا، ولكن اليوم زيارة رئيس الجمهورية السيد تبون إلى روسيا جاءت في وقت تشهد فيه العلاقة الدولية تحول خطير وصدام خطير في هذا النظام العالمي الجديد. اليوم فيه حرب في المنطقة، فيه حرب وجود كما قالها السيد بوتين، ولكن وجود رئيس الجمهورية الجزائرية في روسيا هذا يعبر عن التزام الجزائر بعلاقاتها، يعبر عن الصداقة التي تكنها الجزائر لهذا البلد، تعبر عن تضامن الجزائر مع الروس. وبالتالي اليوم حتى شاهدنا أنه فيه ارتياح كبير من طرف الرئيس الروسي ومن طرف القيادة الروسية، وحتى أنهم قاموا بإشارة قوية وقوية جدا بتسمية إحدى الساحات العمومية في موسكو باسم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وهو الأمير عبد القادر. إذن اليوم هذه الزيارة بغض النظر عن الجوانب السياسية والاستراتيجية والنتائج فهي زيارة مهمة ومهمة جدا، جاءت في وقت العالم فيه يتحرك من جديد، فيه منظومة جديدة راح تتأسس اللي هي بديل لربما بمثابة عدم الانحياز الجديد. نعم. هي البريكس، وبالتالي نظل رئيس الجمهورية. نعم. يعني اختار الوقت المناسب للزيارة. نعم سي صغور. أستاذ تغرسي، أيضا ربما بحديثنا عن العلاقة التاريخية بين الجزائر وروسيا، أستاذ صغور ربما هنا نستذكر قول رئيس روسي فلاديمير بوتين اليوم من سان بيترسبورغ، ربما قدم تفاصيل وجزئيات دقيقة عن تاريخ الجزائري. وهنا نذكر قول بوتين أنه منذ 1954 وإلى 62 قال عن الجزائريين: أنتم حاربتم من أجل الاستقلال وخسرتم 1.5 مليون شهيد. وبعد حصولكم على الاستقلال أستاذ صغور، قال بوتين أنه سنوات 63 و 64 أجرى الجيش الفرنسي تجارب نووية في الصحراء، وهذا بالقرب من الجزائر، وعواقبه وخيمة جدا.
ربما هذه النقطة، خاصة أيضا نقطة تجارب النووية التي امتدت إلى ما بعد الاستقلال، طبعاً طبعاً يجب أن نقف عندها. فعلا أنه الرئيس الروسي لما يتكلم أمام 130 دولة في المؤتمر حول الجزائر وينوه بتاريخ الجزائر ويشرح تاريخ الجزائر منذ 54 إلى 62، ثم يتكلم عن التجارب النووية التي وقعت في رجان، فهذا تأكيد أن روسيا ساندت وتساند الجزائر في كل مطالبها الشرعية. اليوم الجزائر طرح مسألة الذاكرة، والرئيس تبون وراء هذه فكرة الذاكرة وهو يدافع عليها باستمرار وباستمادة مع الفرنسيين. إذن الرئيس الروسي قالها مباشرة للرئيس تبون: نحن نساندكم في هذا المطلب الذي أضر بالجزائر، لأنه هو يعرف مدى ضرر الذي تقيمه التي يحدث نتيجة التجارب النووية ونتيجة نتيجة القنابل النووية. إذن اليوم نظن بأنه السيد تبون مع بوتين قدر، ماشي مجرد أنه يحضر مؤتمر، ولكن يقدر أنه يستخلص، وقدر أنه يأخذ من روسيا يعني موقف كبير، وخاصة هذا الموقف الإعلامي الذي وقع وبحضور 130 دولة، زائد أنه الإعلام العالمي كله مركز على ما يحدث في موسكو، فهذا يعني شيء مهم ومهم جدا. وهذه نظن بأنه التفاتة كبيرة من الرئيس الروسي، التفاتتين: التفاتة الأولى هي تسمية ساحة باسم الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، والالتفاتة الثانية هو موقف روسيا مع الجزائر في مطالبها حول الذاكرة وحول الأحداث النووية. طيب سيد صغور، أستاذ هواري تغرسي، هل يمكن أن نقرأ تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا بحديثه عن تجارب النووية أنه مساندة للجزائر في مسعاها بخصوص تسوية ملف الذاكرة؟ نعم طبعا، ولكن قبل نشكر الأستاذ صديقي وأخي أستاذ صغور اللي تشرف دائما بالحضور معه، فقط أنه إشكالية الذاكرة هي في حقيقة مطلب شعبي، مطلب جماهيري منذ الاستقلال ليومين هذا. نتمنى أنه طبعا يحل هذا المشكل من طرف كل طبعا الجهات، ولكن بالمقابل لما نسمع طبعا حكاية وتاريخ أن روسيا منذ الستينات وقفت طبعا في الجزائر في نزع الألغام اللي موجودة في الصحراء الجزائرية، طبعا عمل كبير، وحتى عندها نية كذلك لي مزيد من العمل لمرافقة وحل الإشكال مازال اللي موجودة في الغام، تقريبا حوالي 1.5 مليون لغم موجود في المناطق الحدودية، هذا مهم جدا. ولكن بالمقابل يجب أن كما قال السيد رئيس الجمهورية، مهم جدا طبعا ملف الذاكرة وتسوية هذه الملفات اللي عندها طبعا عشرات أو عندها تقريبا 60 سنة فيما يخص هذا الملف، ولكن بالمقابل ينبغي طبعا تسوية هذا الملف نهائيا، ويمكن الانتقال طبعا إلى أمور أخرى بعد تسوية الملف اللي شفنا في كثير من المرات طبعا راح وجاء في كثير من الحالات. نظن أنه كاين كلام كبير جدا بالنسبة لي، ولكن الحاجة الأولى اللي ممكن هو تسويق للجزائر، تسويق لصورة الجزائر، تسويق لإمكانية الجزائر، تسويق للرئيس الجزائري، تسويق طبعا لثروات الجزائرية في هذه المنطقة، عوضا صحيح وكنا نسوق الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية الوزارية والدبلوماسية طبعا نظن أنه في يوم مثل هذا تقريبا 130 دولة سوقت وعرفت تاريخ الجزائر وإمكانيات الجزائر، ومش فقط حتى أنه سوقنا للمناخ الاستثمار في الجزائر وكيف يمكن استقطاب خاصة الاستثمار طبعا والاستكشاف في نعم الجزائر. أستاذ هواري تغرسي، كانت هذه فقط نافذة صغيرة عن العلاقات الجزائرية الروسية التاريخية وعن الملفات ذات الصلة أيضا. بالمناسبة نعود إلى موضوعنا لنهار اليوم، والموضوع اليوم هو موضوع اقتصادي وجيو استراتيجي بامتياز. أستاذ هواري تغرسي، بما أننا نتحدث عن العلاقات الجزائرية الروسية وتاريخها وعن تسويق للجزائر، اختيار البوابة الروسية وهي العملاق الاقتصادي ولها مكان هام في النظام العالمي، هل العلاقات التاريخية تؤثر حتما على جودة المعاملات التجارية، على
جودة التسويق للجزائر والتي هي ربما الآن كانت ضيفة شرف من بين 130 دولة؟ أكيد طبعا، هو أصبح طبعا المحور الأساسي أنه لا تعاملات ولا ثقة ولا استثمار دون التقارب السياسي. نظن أنه لا يمكن أن نحكم على منظومة اقتصادية. نظن هذا هو طبعا الوضع العالمي الجديد من خلال مراحل مهمة بالنسبة للقطبية اللي كانت في المراحل السابقة، لأنه شفنا طبعا معاناة من كل الدول، من طبعا خاصة الدول احنا كدولة إفريقية، لكن شفنا أن معاناة مثلا في 10 سنوات الماضية، وكيف طبعا عانى الشعب الإفريقي من خلال طبعا الاستغلال والاستحواذ على الإمكانيات وعلى الخيرات وعلى الإمكانيات طبعا أو الثروات اللي موجودة في إفريقيا. ونظن أنه شهادة الجزائر اليوم، وقوف طبعا الجزائر اليوم، أنه استمرار لوقوف أو لوقوف روسيا دائما بالنسبة للجزائر، ولكن الجزائر حب تقول من هذا المنبر أنه كفانا من عملية الاستعمار والاستثمار والاستغلال اللي موجودة. نظن أنه القطبية اللي كانت موجودة سابقا واللي راح نشوف طبعا تكوين الأقطاب في المرحلة القادمة، لأنه هذا قطب مهم جدا في هذه المرحلة. نعم. ولكن كما كنا نحكي أنا والأستاذ الصغور، مهم جدا نفكر في قطب عربي، لما لا، لأنه حلم طبعا كل الشعوب العربية، كل المؤهلات موجودة. نظن أنه هذا مش موضوعنا، الموضوع كيف يمكن طبعا تسويق للإمكانيات الوطنية من خلال، خلينا نقول لك، ضربة موجعة بالنسبة لأعداء الجزائر طبعا في هذا الموقف، والاحتفاء الروسي، وكذلك تقريبا كل اللي موجودين بالنسبة للجزائر. نظن أنه النقطة الإيجابية خاصة مداخلة الرئيس اليوم طبعا بوتين كانت في المستوى عالي، لأنه كانت طبعا محاضرة اقتصادية ونموذج اقتصادي لم طبعا يشهد له التاريخ في المرحلة. نظن أنه بسبب الأزمة الروسية تكون منظومة أو نموذج اقتصادي قوي، أكثر قوة من المراحل السابقة، أنه كيف يمكن نقل طبعا هذه التجارب وهذه الخبرات وهذه الرمزية اللي موجودة عند الروس إلى مناطق أخرى، خاصة بالنسبة للجزائر. نظن أنه لما مشينا لهذا، طبعا هناك أمور سياسية، هناك طبعا اتفاقيات، هناك كذلك إرادة بالنسبة للحكومة للتسويق للإمكانيات الوطنية، لطبعا إيجاد حلول بالنسبة للمنظومة بكل صراحة. نعم أستاذ تغرسي، ولكن نعم. تفضل أستاذ تغرسي، سنعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك مع الأستاذ صغور، بما أنك تفضلت بالذكر وبالحديث عن معاناة الشعب الإفريقي في النظام العالمي الحالي إن صح التعبير أستاذ صغور، القارة الإفريقية الآن أضحت تستقطب الكثير من دول العظمى، بدليل ربما مثلا القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت السنة الماضية، الاهتمام الصيني أيضا، لكن اليوم ومع الجانب الروسي نحن أمام أيام قليلة تفصلنا أو شهر واحد عن قمة روسيا إفريقيا. أستاذ عبد الرزاق صغور، إلى أي مدى يعني تجسدت المكانة الإفريقية في النظام العالمي الجديد؟ شوف، السياسة ليس هناك شيء مستحيل، ليس هناك شيء مستحيل. قبل 20 سنة الأستاذ يعرف اقتصادي أن روسيا كانت تستورد القمح، كان أكبر بلد مستورد للقمح في العالم هي روسيا. اليوم روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، معناها أنك إذا أردت تستطيع، إذا أردت تقدر. إذن الإرادة مهمة جدا. اليوم أفريقيا الآن فيه تنافس كبير عليها من 5 دول من 5 قارات. أولا الصين، أكبر الآن متعامل في القارة هي الصين، تجاري واقتصادي، لها استثمارات أكثر من 80 مليار دولار وتتعامل أكثر من 400 مليار دولار. ربما الثاني داخل أفريقيا هي تركيا الآن، حتى تركيا عندها سياسة اقتصادية ومتواجدة بقوة في أفريقيا. روسيا متواجدة مؤسسيا عسكريا عن طريق فاغنر وغيرها، وعن طريق تسليح سواء في مالي، النيجر الآن، بوركينا فاسو إلى غير ذلك. فرنسا وبريطانيا هذان الدولتان التقليديتان المستعملة اللي كانوا متواجدين في أفريقيا، اليوم هذا الموقع تاعهم، التموقع تاعهم أصبح متأخر جدا. أمريكا بعد الحرب الأوكرانية
الروسية بعد التصويت رجال نعم تصويت في الجمعية العامة المتحدة الفارغة كلهم صوتوا لصالح روسيا، وهنا أمريكا فهمت بأنه لصالح الجزائر كذلك بالضبط. بعدين بالضبط هنا وصلت أمريكا فهمت بأنه يجب أن تكون عندها سياسة في إفريقيا، وجاءت إلى إفريقيا بقوة وبعثت قبلها إسرائيل التي حاولت التدخل أو حاولت والتواجد داخل الاتحاد الإفريقي لكن لم تستطع. إذن اليوم إفريقيا مهمة جدا، المؤتمر الإفريقي القادم بين روسيا والأفارقة ومهم جدا ولصالح الأفارقة. اليوم روسيا تبحث على موقع أيضا اقتصادي داخل إفريقيا وهذا شيء جميل. نظن بأنه روسيا وحتى رئيس الجزائري رئيس تبون قال بهم مباشرة مع السيد بوتين، قالوا نحن نعمل على التنسيق معكم في مالي، في نطلب منكم التنسيق. والآن روسيا موجودة في مالي، موجودة في النيجر، موجودة في بوركينا، وبالتالي اليوم لكن روسيا تواجد تاعها داخل الساحل والقدرة والمقدرات اللي عندها والقدرات اللي عندها بالمساعدة تاع الجزائر وبالتنسيق مع الجزائر، راح الجزائر تكون عندها موقع جيد في إفريقيا ودور مهم. واللي أنا نظن بأنه الجزائر الآن عملت سياسة إفريقية جديدة خاصة بعد ما كونت هذه ما يسمى بالوكالة الوطنية للتنمية للتعاون أيضا قضية مليار دولار مساعدات إلى هذه البلدان، وبالتالي نظن بأنه فيه الآن فيه الآن إمكانية تعكيف يمكن الجزائر أن تقيم شراكات مع الدول العظمى في إفريقيا وليس مقتصر على روسيا. طيب أستاذ صغر، ويذكر هنا أيضا أن الإدارة الأمريكية إدارة رئيس جو بايدن أعادت بعث القمة الأمريكية الإفريقية سنة 2022 أستاذ هواري تغرسي، وهي القمة التي نساها الأبيض منذ سنة 2014 تذكرها سنة 2022 بعد المتغيرات الدولية التي طرأت. وأستاذ هواري تغرسي سؤالي لك هذه المرة، حتى في نظام عالمي جديد، حتى استقطاب دولي تعيشه القارة الإفريقية، قارة غانية باطنيا وفقيرة صناعيا، كيف سيكون موقعها في نظام عالمي جديد؟ سؤال جيد والله. شوف نستمد خاصة من خلال آراء الرؤساء، لأنه في هذا اللقاء طبعا بين أمريكا وروسيا وطبعا إفريقيا سمعنا طبعا نظن رئيس كينيا، رئيس كينيا مهم جدا قال كلمة مشهورة، قال لا نريد دعما ولا نريد شفقا بل أو شفقة بل نريد استثمارات حقيقية وفق مبدأ رابح ربح بالنسبة للطرفين. هذا هو ولما نسمع نريد استثمارات وليست مساعدات. نعم نريد استثمارات في إفريقيا، هناك إمكانيات موجودة في إفريقيا سواء بالنسبة للإمكانيات الثروة الطبيعية، سواء بالنسبة للعنصر الشبابي الفتي اللي تقريبا أكثر من 75% بالنسبة لكل إفريقيا. نظن أنه ما يحتاج هو فقط تحويل التكنولوجيا، وهذا نقص تقريبا حتى الجزائر عانينا منه، لأنه هناك اتفاقيات كانت موجودة مع الاتحاد الأوروبي كنا نرتقي من هذه الاتفاقيات على الأقل تحويل تكنولوجي، تحويل بالنسبة لرأس المال، فسح المجال بالنسبة لتحرك العنصر البشري، ولكن لم تكن هذه الدولة في المستوى، كانت تريد رابح من طرف فقط، تريد تحقيق المصالح. نظن أنه حتى أنه اللقاء اللي كان بين أمريكا وإفريقيا لم نرى تفعيل لكل اللي طبعا كل القرارات اللي كانت موجودة، والدليل أنه الحاجة الكبيرة اللي موجودة طبعا لوجستيك غير موجود في إفريقيا. أي عقل طبعا أنه 2023 بين الجزائر ومالي ما كانش طريق، بين مالي والنيجر ما كانش طريق طبعا لإيصال بين لتحقيق التكامل، حتى بالنسبة للتجارة البينية بين إفريقيا تقريبا 16%، في دول واحدة أخرى اللي هو آسيا أوروبا أكثر من 60%، حتى أنه تقريبا عمل كبير كان موجود من مش اليوم تقريبا من 75، وهناك تكتلات إفريقية تقريبا 15 تكتل موجود، ولكن لم يرتقوا إلى مستوى التبادل التجاري إلى طبعا 16%. شفنا أنه الحصار اللي كان موجود والاستغلال اللي كان موجود لما تحكم على المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، نشوف البنك من هو البنك الذي يسير أو الخزينة التي تسير طبعا العملية المصرفية طبعا فرنسا، معناتها كل الامتيازات تتحصل عليهم هذه الدول. إذا كانت نية بكل صراحة لكل الدول، إذا كانت نية لتحقيق دعم واستقرار
سياسي واقتصادي بالنسبة لإفريقيا نوعية الاستثمارات. وأنا أقول لك بالنسبة للجزائر ما هي نوعية الاستثمارات في كل الدول في المراحل السابقة؟ نعم. لا شيء من أي دولة. هنا النية الخالصة بالنسبة للمستقبلية من يريد تحقيق طبعا مواقف وكذلك إرادة سياسية حتى بالنسبة للشعوب يجب أن تتحقق عملية تحويل التكنولوجيا أو عملية تحقيق الاستثمارات لتحقيق أو رفع مستوى المعيشي بالنسبة للإفريقي وحتى نعم. بالنسبة للآسيوي حتى بالنسبة للأمريكي. نظن أنه حركية موجودة على مستوى مثلا إفريقيا وعملية تحررية نقول لك أن في هذه المرحلة كثير من دول طردت طبعا كثير من البلدان من هذه الدول. هو ريتي غرسي يجب أن نذكر أيضا أن الكثير من شركاء إفريقيا الاقتصاديين يحتكرون التكنولوجيا وهم ربما عرف عليهم هذا. نعم إلى يومنا هذا كل صراحة هناك بعض الامتيازات بدول مقارنة مع دول أخرى ولكن لم تعم عملية الشراكة الحقيقية بالنسبة لهذه الدول كل دول العالم مقارنة مع إفريقيا لأنه ما نقدرش نقول الجانب الصيني جميل وماذا قدم الصين لإفريقيا. نعم توغل الصين نحو إفريقيا ولكن خلينا نقولها تبادلات تجارية فقط معناتها الغزو الأسواق الإفريقية فقط. كيف يمكن نقل التكنولوجيا ونقل الاستثمارات ونقل طبعا تحويلات بالنسبة لهذه الدول إلى إفريقيا مثل ما هو موجود في أوروبا الشرقية كذلك معناتها بنفس المنطق. لما نشوف خارطة الطريق ونسمع أنه طريق الحرير اللي موجود تقريبا الفكر موجود منذ عشرات السنوات ولكن نتمنى نشوف طريق الحرير بالنسبة لي طبعا إفريقيا ومساعدة إفريقيا وتنمية إفريقيا. وهنا نحكو على شراكة حقيقية لما تنطلق طبعا النية تبان من عند المستثمر لما يقدم طبعا هذه التنازلات وهذه الخدمات المهمة لأنه خدمات استراتيجية بالنسبة للدول. طيب أستاذ هواري تغرسي لكن في نفس الوقت أستاذ عبد الرزاق صغور منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي يبحث فيه المشاركون محاور سبل التنمية السيادية باعتبارها الأساس العادل للعالم. أستاذ صغور تنمية سيادية مهمة جدا وربما هو المصطلح الاقتصادي الوحيد والمقبول للبلدان التي تؤمن بالدولة الوطنية. شوف المصطلح التنمية في حد ذاته هو مصطلح مطاط. نقول التنمية الاقتصادية نقول التنمية المستدامة التنمية السيادية هذه كلها مصطلحات لكن الواقع ما هي التنمية. التنمية هي التطور، التنمية هي الاستثمار، التنمية هي التراكم الرأسمالي، التنمية هي القدرة على الإنتاج، التنمية هي القدرة على البحث على الأسواق، التنمية هي الاستقرار في السوق. اليوم نشوف لما تكلموا على تطوير العنصر البشري بالضبط أكيد وهو الأساس في العملية. اليوم لما تكلم على أفريقيا هل أفريقيا فعلا مستعدة أن تقام فيها تنمية؟ هل افريقيا قادر على بناء الدوله؟ هل افريقيا قادر على استقرار سياسي؟ ما يحدث في السودان، ما يحدث في المالي، ما يحدث في النيجر، ما يحدث في بوركينا فاسو، ما يحدث في ليبيا. شوف تجربه النيباد، نيباد ربما المؤسسه التنميه اللي جات في افريقيا كان محور اناكس الجزائر نيجيريا جنوب افريقيا. هذا المحور ما زال قائم، هذا المحور مهم جدا. جنوب افريقيا دولة متقدمة تكنولوجيا اقتصاديا علميا. نيجيريا تعتبر اكبر دولة في افريقيا بشريا وحتى اقتصاديا حتى الناتج الاجمالي المحلي تاعها. الجزائر في الشمال. اذا اليوم لما نتكلم التنمية السيادية معناها انه عندك مقدرات، معناها عندك عنصر بشري مهم، معناها عندك مش حتى العنصر البشري مش مهم يعني مهم ولكن ليس هو لوحده وليس التراكم الرأسمالي الاكيميلاسيون لوحده وليس السوق لوحده وإنما أيضا لازم تكون هناك إرادة سياسية. بغير إرادة سياسية بغير نظام سياسي راسم استراتيجية وراسم أهداف وراسم توقعات ويعطي ويفتح المجال هنا نتكلم على التنمية السيادية. أما أنك نتكلم على التنمية السيادية بمجرد مصطلحات كلامية فهذا يعني نستطيع نقول بأنه عندك احتياطي صرف وعندك شيء هذه الأشياء ولكن لما تكون الاستثمارات الحقيقية يصبح السوق هو المحدد للنتائج وليس النتائج هي المحددة للسوق. لأن السوق يحدد لك اليوم
سعر الخروف ب 10 ملايين ولا يسهل ولا يحدوا لك ب 2 ملايين. السوق اليوم يحدد لك سعر الدجاج ويحدد لك سعر البطاطا. اذا السوق هو المقياس الذي من خلاله تحدد التنمية وتقاس التنمية. اذا السوق الان فيه الوفرة والسعر والطلب اكثر من العرض، العرض في المطالب، هنا نقول بانه رانا وصلنا الى نتيجة التنمية المستدامة. اذا بقينا في الندرة وفي الاسواق المغلقة وفي المونوبول الاحتكار، لا بد احنا ما نقدرش نتكلم تماما على التنمية سواء كانت مستدامة او كانت سيادية. نعم. أستاذ عبد الرزاق صغر، نذهب إلى الشأن السياسي. أجاب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ردا على سؤال بشأن الضغوط على الجزائر، قال أن الجزائريين ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وفي تصرفاتهم أيضا. كيف تقرؤون هذا التصريح؟ لا، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قال نعم. ما تستعبدتوا من الناس وقد ولدوا أمهاتهم أحرارا. ذا الرئيس الجمهورية اليوم تكلم بهذه العفوية وفي نفس الوقت بهذا العمق، هو يريد أن يقول لأصدقاء الجزائر أننا احنا موجودين، ولأعداء الجزائر يقول لهم احنا ما ناش خايفين منكم. بكل بساطة أعداء الجزائر يقول لهم ما راناش خايفين. هل هذا يؤكد أو ينفي وجود ضغوطات أستاذ صغور؟ شوف، ما هي الضغوطات؟ الضغوطات هو لما تكون انت مرتبط بصندوق النقد الدولي يضغط عليك ماليا. نعم. لما تكون مرتبط بالبنك الدولي يضغط عليك. لما تكون مرتبط بحلف معين يضغط عليك. اليوم احنا ربما الضغوطات اللي موجوده هي عمليه من الهستيريا من بعض البلدان التي يعني تريد وما زالت تؤمن بالاستعمار الاستيطاني، والتي ترفض تقرير المصير، والتي ترفض الاعتراف بالنظام الدولي وبالأمم المتحدة. هذه هما الضغوطات. اليوم ما جاء دولة مثل إسرائيل إلى حدودنا فهذا يعتبر نوع من الضغط الإضافي، ولكن هذا الضغط ليس علينا لوحدنا، حتى الإسبانيين، حتى إسبانيا نددت بذلك ورفضت ذلك. إذن اليوم حتى فرنسا غير راضية على التواجد الإسرائيلي في المغرب. بالتالي اليوم نظن الرئيس لما يقول وهنا ولازم نعترف بأن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية لما شاهدوه كلهم مدنيون، معناها راح إلى مؤتمر، راح إلى زيارة سياسية. وحتى هذه السيارة كيفاش لأن حتى عنوانها هي استراتيجية. ربما أستاذ عبد الرزاق صغر، وهذه هي الملاحظة تقودنا إلى من كان يقول أن التعاون مع روسيا أو التعاون الروسي الجزائري هو تعاون عسكري فقط. بالضبط. اليوم نقول حتى انه الزياره هذه شفنا انه الجانب العسكري ما شفناش حتى واحد لابس البدله العسكريه مع السيد الرئيس. شفنا الوزراء نعرفوهم وبعض المستشارين، وبالتالي اليوم هي زياره سياسيه، زياره دوله لدوله، زياره رئيس لرئيس، زياره المفهوم انتهى هو الاقتصاد، هو التجاره، وخاصه انها تزامنت مع مؤتمر دولي داخل بيترسبورغ. وهذا شيء جميل جدا، وظن بانه هنا رساله ايضا، هنا ايضا رساله كبيره من رئيس الجمهوريه، ورساله كبيره من السياسه الجزائريه ومن المقررون الجزائريون في اطار السياسه الخارجيه. نعم استاذ عبد الرزاق صغور، استاذ هواري تيغرسي، في سياق الاستقلال المالي في التصدي لمحاولات الضغط على الجزائر، امر مهم جدا ايضا. اكيد طبعا لما يكون عندك استقلال مالي واستقلال اقتصادي، لانه استقلال مالي هو جزء من الاستقلال السياسي، مهم جدا. هنا نحكو على طبعا دور الجزائر في كموثوقيه للمرحله السابقه. شفنا انه دور الجزائر، لانه حتى اوروبا تغازل الجزائر وتريد في هذه المرحله ان تكون الجزائر مورد لمواد اساسيه بالنسبه للغاز. شفنا طبعا منذ حوالي بعد ايام شفنا كذلك الوفد الاوروبي بالنسبه لعمليه استثمار للهيدروجين الاخضر وطاقات طبعا جديده، من عن ثانية أوروبا حتى في الاستثمار في الجزائر للتحقيق، لأنه السيد رئيس الجمهورية كان صريح، قال هناك إمكانيات موجودة في الجزائر، هناك طاقات موجودة، نعم تفضلوا، ولكن من يريد الاستثمار، من يريد الحصول على الإمكانيات هذه، ما عليه طبعا إلا يستثمر في الصحراء الجزائرية وفق مبدأ رابح رابح بالنسبة للطرفين. ما عدا هذا طبعا ما فيش كلام، إنه حتما الجزائر مش قادرة، ما عندهاش إمكانيات مالية صحيح. لتوريد ول
طبعا تصدير الطاقات الجزائرية إلى، شفنا أنه مشروع مثلا بالنسبة للغاز، المشروع الغاز اللي يحكي نيجيريا، نيجر، الجزائر، ثم إيطاليا. إيطاليا شريك مهم بالنسبة للجزائر، نظن تقريبا شريك مهم كذلك بالنسبة لإفريقيا ككل، وهذا ما يعكس على مناخ الاستثمار مش فقط في الجزائر، لأنه الجزائر لا تفكر بمفردها اللي هو الجزائر، ولكن هي تفكر بمجموعة 55 بلد صحيح. إفريقي كيف يمكن أن الجزائر نمام في الواجهة صحيح. ولكن بعدها وثقة الأفارقة اللي موجودة في الجزائر. نظن أنه الانتخاب الجزائر هو مهم جدا لتأكيد الكلام اللي نقوله فيه، لأنه أكيد أنه وجهة مهمة بالنسبة لإفريقيا وأوروبا، ولكن ممثلة بالنسبة للأفارقة ككل، والدفاع خاصة عن القضايا الاقتصادية الجزائرية، والدفاع كذلك عن إفريقيا. نعم أستاذ هواري تيغرسي، يبقى معنا أستاذ عبد الرزاق صغور أيضا. مشاهدينا لنا عودة لاستكمال متابعات بعد هذا الفاصل. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد في متابعات. نتحدث دائما عن منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي بروسيا، ونرحب من جديد بسيد الهواري تيغرسي الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق. أهلا بك معنا سيدي. شكرا بارك الله. نرحب أيضا بسيد عبد الرزاق صغور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أهلا بك معنا من جديد. أهلا وسهلا أستاذ صغور. نتحدث هذه المرة عن الجزائر بصفة عامة، وما جاء به رئيس الجمهورية من تصريحات في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي. هنا مثلا أستاذ صغور، رئيس الجمهورية قال أن إفريقيا تتميز مع أقلية من البلدان الإفريقية بأنها دولة بلا ديون خارجية، وتسجل نسبة نمو ب4.3% عكس ما يجري في عدد من البلدان المجاورة. ربما هذه النقطة سيد صغور تقودنا إلى سؤال آخر، هل يمكننا الحديث عن نظام عالمي جديد بمؤسسات مالية غربية مهيمنة على الدول الإفريقية وعلى الدول الإفريقية والمستضعفة بصفة عامة؟ شوف لحد الآن الكلام حول نظام عالمي جديد يبقى مجرد كلام، فهو وضع دولي جديد، فيه وضع دولي، هذا الوضع سيتياسيون هذه موجودة، ولكن النظام لأنه النظام يكون عنده قواعد ويكون عنده إجراءات ويكون عنده مؤسسات. بالضبط اليوم نظن بأنه رئيس الجمهورية لما يتكلم على الجزائر أنه ما عندهاش بديونية، فهذا شيء جميل. لما قارنا المغرب حوالي 65 مليار دولار دين، وبمصر أكثر من 160 مليار دولار دين، وبتونس اللي هي الآن في حالة عجز، وبليبيا اللي هي في حالة لا دولة، من حق رئيس الجمهورية أن يقول بأنه إحنا على الأقل ما عندناش بديونية. شيء ثاني، ما معنى النمو باللي 4.3؟ نمو معناها كي تقول لك الوصوص معناها تقول باللي بطلة أقل، معناها تقول باللي استثمار أكثر، معناها تقول بأنه فيه تنمية أكبر، معناها تقول فيه راحة. بالتالي نظن بأنه رئيس الجمهورية هنا تكلم على الماكرو ايكونومي، يعني تكلمش على الاقتصاد الجزئي ولا شيء من هذا القبيل، على الاقتصاد الكلي. شيء جميل. الآن وقعت فيه اتفاقية بين روسيا الفيدرالية وبين الجزائر حول المياه، هذا مهم جدا. احنا عندنا مشكل مياه، سواء تحلية مياه البحر، ولكن يجب نعترف ونعرف بأن الجزائر تملك أكبر احتياطي للمياه الجوفية في العالم، اللي هو حوالي 60,000 مليار متر مكعب أو أكثر في الألبين. هذا الاحتياطي الرهيب هذا يعني إلى حد الآن موجود تحت الأرض، جزء منه في الحدود الشرقية بعيدة، ليبيا عملت النهر الاصطناعي بالضبط. إحنا بقينا إلى حد الآن مجرد نتكلم على عندنا احتياطي كبير من الماء. إحنا عندنا احتياطي الآن ثالث احتياطي في العالم تاع الغاز الصخري، هذا موجود، هو غاز، نعم استنغاز. لا نحن عندنا احتياطي كبير من المواد النادرة، هذه المواد النادرة اللي هي الآن الجزائر تملك منها أكثر من 20% من الاحتياط، ما
ماهيش مستغله الماتيار رار. اذا اليوم الاشكال عندك احتياطات رهيبه من الموارد، عندك عندك موارد شاسع، عندك شواطئ عندك بحر كبير في 1600 كيلومتر على البحر المتوسط، ولكن في هذا البحر الكبير ما عندك شاطئ واحد يقدر يستوعب الناس ويقدروا يكون في المستوى تاع المنافسه تاع مع الاسواق اللي موجوده سواء في الشمال المتوسط او الجنوب المتوسط، يعني بالمعايير الدوليه. بالمعايير الدوليه. بالتالي اليوم الصناعه السياحيه هي صناعه كبيره الان. اكبر مدخول لفرنسا منين؟ سياح. باريس وحده يزورها اكثر من 60 مليون نسمه في العام. لندن، اسطنبول. اذا احنا اليوم ما جيوناش 100,000 سائح، وجيونا زوج ونديروا عليهم بيبليسيتي اللي هم يدوروا في الصحراء. اذا الاشكال اليوم كيفيه خلق بنيه تحتيه قويه جدا لاستيعاب طموحات الجزائريين وطموحات السياسه الجزائريه. طموحات السياسيه الجزائريه هي بناء دوله مستقره. نعم، قويه اقتصاديا، قويه ثقافيا، قويه اجتماعيا، لها دور في العالم. لازم تكون عندها بنيه قويه سواء في الاقتصاد، في السياسه. بنوك، عندنا بنوك، اين هم البنوك اللي قادره تستوعب الان الاموال لو تدخل استثمارات؟ اذا اليوم الاشكال البنوك مشكل، لازم نحل هذه المشاكل اللي راهي مطروحه. وبالتالي هنا نتكلم على التنميه المستدامه ونتكلم على التنميه السياسيه. نعم استاذ عبد الرزاق صح. نعم استاذ عبد الرزاق صغور، نعود الى السيد هواري تغرسي ونتحدث عن منتدى سان بيترسبورغ وبالارقام، لكن عن الارقام المتوفره والمؤكده التي تعود الى السنه الماضيه. الحدث العام الماضي عرف توقيع ما يقارب 700 اتفاقيه وبقيمه تقارب 5.6 تريليون روبل، اي ما يعادل 66.8 مليار دولار. ويبحث المشاركون هذه السنه كما ذكرنا محاور سبل التنميه المستدامه. استاذ هواري تغرسي، نتحدث عن منتدى بسوق تقارب 700 صفقه كما ذكرت بما يقارب 66 مليار دولار. هذا المنتدى نبحث من خلاله عن افاق او اتفاقيات ملموسه وفوائد ملموسه تعود الى الجزائر. الجزائر ماذا تستفيد اقتصاديا فعلا من مشاركتها في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي؟ نعم طبعا، لانه لا او لا نتسرع في عقد الاتفاقيات. هذا شرط ضروري، لانه المراحل السابقه كنا في كل مره قال عندك مثلا معرض في ابو ظبي، قال من بين الشروط باش تروح لثما قال ضروري انه تمضي اتفاقيات. وجلا نشارك كل مره الاولى نعرف بالجزائر ونعرف بقانون الاستثمار في الجزائر ونعرف بالامكانيات الجزائر، والسنه الثانيه ممكن نعطي فكر اخر لبعض الامكانيات الوطنيه الغير مستغله، السنه الثالثه كذلك بعدها ممكن نمضي اتفاقيات. مش معقول انه في السنه الاولى راح معناتها انه تذكر كلمه الجزائر يجيك الاستثمار. لا، ما تنساش انه الاستثمار طبعا بنفس لما نقول المجال العمال كذلك جبان، الاستثمار جبان، يجب ان يتحقق من الامكانيات اللي عرضتها انت من خلال. نعم شيء جميل انه 130 دوله موجوده يعرفوا راح يسمعوا بالجزائر وامكانيات الجزائر والقوانين والتشريعات في الجزائر، ولكن خلينا نكون صريح، اذا لم نرتقي الى تحسين مناخ استثماري عالمي، خلينا نقول كلمه عالمي، لانه الفرق بين الجزائر ومنطقه اخرى، خلينا نقول لك امكانياتنا الجزائر تقريبا احسن منهم كلهم، ولكن هل الامكانيات في مناخ الاستثمار ترتقي الى هذا المستوى؟ لساكن يحكي لك على اشكاليه البنوك في الجزائر، اشكاليه الضريبه في الجزائر، اشكاليه طبعا البيروقراطيه اللي موجوده في الجزائر، اشكاليه طبعا واشكاليه واشكاليه. اذا يجب ان نرتقي، ان نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب. لانه سؤال اللي ممكن نطرحه، لو يقبل المستثمر يجي للجزائر في نهار ثاني بعد الاسبوع الجاي يقول لك ان نستثمر في الجزائر، تقدر توفر له العقار؟ ما تقدرش توفر له العقار، يعني عندك مشاكل موجود في مناخ او في قانون العقار على مستوى البرلمان. اذا ينبغي اصلاح في المنظومه الاقتصاديه بصفه عامه. نظن لما نسمع المحاضره تاع بوتين اليوم والمستوى الراقي اللي كانت فيه والعمل ببرنامج خلينا نقول لك برنامج دقيق الزمني
لأهم الآفاق في الاستقرار الاقتصادية في المراحل القادمة، كيف يمكن الاستثمار في العنصر البشري لتحقيق هذه التنمية، كيف يمكن القيام في عملية التكوين، يحكي على التكوين حتى بالنسبة للابتدائي. من اهتمامات طبعا رئيس بوتين أنه كيف يمكن طبعا تطوير، كيف يمكن توفير مناصب العمل بالنسبة. نعم أستاذ هواري تغرسي، والاستثمار في العنصر البشري ربما هو هو يحتاج التكوين المستمر. نعم. لكن أنه يحكي على مناطق. نعم. أنه يجب أن يكون مستثمار في العنصر البشري والتكوين المستمر. نعم. حسب التخصصات وحسب المناطق. أن أضيف أستاذ هواري تغرسي أن المفكرين الجزائريين ملك بن نبي كان من الأوائل الذي طرح فكرة الاستثمار في العنصر البشري من خلال كتابه الكومنولث الإسلامي، الثروة المشتركة الإسلامية، ألا وهي الإنسان. أكيد طبعا، ولكن مهم جدا أنه إمكانياتنا الوطنية غير مستغلة. نعم، أقل من الإنسان برك، زيد له التراب والتراب. نعم، زيد له الزمن. صحيح. نعم. اللي كان يتكلم عليها تكلم على الزمن. صحيح. باش لأنه نستغل فقط 20%، كل إمكانيات الوطنية كان يذكرهم الأستاذ صغور غير مستغل. نحكي على مشروع بحجم غارج بلاد، ولكن لم نرتقي إلى تحسين مستوى الشراكة الأجنبية إلى هذه المنطقة. لأنه ليش؟ لأنه لم نوفق لإصلاح المنظومة الهياكل القاعدية اللي تربطنا من الجزائر، من المناطق البحرية والمناطق الساحلية إلى هذه المناطق الجنوبية بطريقة وبسريعة، بطريقة سريعة. معناتها أنا نشوف على السكك الحديدية، الطريق، المحطات اللي ممكن، كل هذا ممكن يسهل لك في عملية استقطاب الاستثمار. تشوفوا باللي الاستثمار في منطقة كما هذيك معزولة، يجيك الاستثمار من يجيك يدخل، وبالتالي انه لازم نحسن في العمل المرافق. كانت نقطة مهمة جدا كان يركز عليها اليوم سيد بوتين او الرئيس بوتين، اللي هو الهياكل القاعدية ودورها في عملية الاستثمار. نظن السيد رئيس الجمهورية مؤخرا كان زعف لإشكالية السكك الحديدية، قالوا من غير المنطقة في الوزراء الماضي. نعم. أكيد أكيد. نظن انه لازم نمشي بهذه السرعة في عملية الإنجازات لاستقطاب الاستثمار. الاستثمار ماهوش قاعد يستنى فينا، حنا اللي نروحوا للاستثمار. نظن انه هذه المبادره تاع اليوم اعطت لنا فرصه عالميه لاعاده النظر للنظر بالنسبه للجزائر، مش فقط لاستقطاب الاستثمار. استقطاب الاستثمار معناتها لازم نعمله على عده قطاعات، وقطاعات جميل استاذ، قطاعات متكامله. نعطيك مثال، لانه نحكي على منظومه فلاحيه مثلا ونعطي المسؤوليه لوزير الفلاحه ويتحمل المسؤوليه، لا، مرتبطه بالموارد المائيه كما كان يحكي، مرتبطة بالصناعات الغذائية، مرتبطة بعملية التجارة، مرتبطة بقطاع المالية، مرتبطة حتى بالنسبة للخارجية، الدور الدبلوماسية في التسويق للإمكانيات العقارية الفلاحية في الجزائر. نظن يجب أن يكون برنامج، نتمنى أن نشوف برنامج بنفس المستوى اللي شفناه مع طبعا رئيس بوتين اليوم. نعم أستاذ هواري تغرسي. مشاهدين نذهب إلى الشأن الاقتصادي. أستاذ عبد الرزاق صغور، كيف ترون قبول روسيا وحديث رئيس بوتين عن وساطة الجزائر في الحرب الروسية الأوكرانية؟ أولا الجزائر تاريخيا نجحت في كل الوساطات، تاريخيا أقول مؤتمر الطائف والأزمة اللبنانية، نعم، الرهائن الأمريكان 2001 19 وبن يحيى ربي يرحمه، وكيفاش أنه الجزائر قدرت باش تطلق الرهائن الأمريكان من الإيرانية، جيبوا إثيوبيا وأريتريا، نعم، الاتفاق تم هنا في الجزائر مع أولبرايت. كثير من الأزمات من النزاعات الجزائر حضرت فيها. اليوم الرئيس تبون لما يقول مباشرة وعلى العلن أمام العالم بأنني أطلب من السيد بوتين أنني سوف أكون وسيط في الأزمة والنزاع الموجود بين روسيا وأوكرانيا. رئيس البورت بالما يروح روسيا وين كان؟ مش البرتغال. نعم. البرتغال هي دولة عضو في الحلف الأطلسي، بلها مش تركيا. تركيا هي دولة في الحلف الأطلسي، وعنده زيارة مبرمجة جاءت فرنسا. معناها الجزائر تتعامل مع الغرب ولا علاقات وطيدة مع الغرب، وتتعامل مع الشرق، ما عندهاش مشكل التزام أو معناها دخول في حلف. الجزائر ليست حليف، الجزائر
لعند اتفاقات استراتيجية، لكن ليس تحليف لعهد. وهنا لما يقول سيد تبون نحن أحرار، معناها ماناش خاضعين لإرادة أي جهة وأي دولة. بالتالي اليوم نظن باللي بوتين وافق على التدخل على الوساطة الجزائرية، ولكن هناك تشويش على الوساطة الجزائرية. هناك بعض الرؤساء الأفارقة موجودين الآن في أوكرانيا. نعم. بإرادة يعني بمبادرة فردية. لم يطلب منهم أحد. الآن الفرنسيين حاولوا أيضا يشوشوا على الوساطة الجزائرية. إذا نظن بأنه الحرب الأوكرانية الروسية هي حرب، وقالها بوتين في اليوم في المنتخب، هي حرب بقاء، حرب وجود، لأنه بوتين يعتبر أنه هذا الحرب ليست مع أوكرانيا وإنما مع الغرب جمعا. ومن هنا نظن بأنه الرئيس الجزائري عمل شيء مليح لما تكلم عليها، حتى باش يعطي صورة للغرب بأن الجزائر ليست كما ربما كما يريد أن يسوق البعض، بأنها يعني هي خاضعة للروس وغير من هذا القبيل. معناها أننا نحن أحرار ونحن سوف نقف موقف. يعني هذا أن الجزائر لن تصطف مستقبلا أيضا مع أي جهة، ولن تخضع لمحاولات جرها إلى صف على حسب آخر. نعم، نعم. يعني وقالها مباشرة، نحن أحرار، بمعنى لا نريد الاستقطاب من أي طرف ولا نريد الالتزام مع أي طرف، وإنما نحن دولة محايدة ونمشي في هذا الإطار. نعم أستاذ صغر. مشاهدين، رئيس الجمهورية في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي الدولي اليوم بروسيا قال أيضا أن الجزائر دولة مصدرة للغاز أكثر من النفط، ودخلنا في مخطط جديد لتحويل المحروقات إلى مواد استهلاكية من مشتقات النفط، ونحاول أن نتجنب تصدير النفط في صفته الخام. أستاذ هواري تغرسي، الحديث عن الابتعاد على تصدير المواد الخام بصفتها الأولية وشروع في صناعات تحويلية، هل نحن أمام سياسة جزائرية أم ربما بداية لتجسيد مشروع مشترك للدول الغازية والنفطية؟ نعم، نشوف شحال نصدر تقريبا السنة، أكثر من 60 مليار، ولكن هي مواد خامة. لما نصدر صناعة تحويلية بهذا المنتجات، أنا نقول لك مضروبة في 10، معناتها تقريبا 600 مليار. أعطيك مثال، بالنسبة لي الحديد مثلا القيمة نتاعو تقريبا يسوى واحد طن حوالي $100، النصف مصنع، معناتها الحديد مسلح $500. طبعا توقع الحديد النهائي اللي أقل من طن ممكن يسوى لك حوالي $2000، معناتها من واحد انتقلت إلى 20 في مرحلة هي عملية تحويلية. إذن التفكير طبعا أو تفكير السلطات العمومية والاستراتيجية المستقبلية ليس في قطاع طبعا الطاقة، ولكن حتى بالنسبة لقطاع الزراعة كذلك، كيف يمكن أن نوفر طبعا زراعة استراتيجية ثم بعدها صناعة تحويلية. طبعا نريد تبسيط الإجراءات لتحقيق الاستثمارات في هذه المنطقة، لأنه الذكاء اللي موجود في الحكومة طبعا هي مشكورة في الجانب هذا، خاصة ترقية 10 ولايات الجنوبية. الولايات الجنوبية لم تكن بمنظومة إدارية، ما أنت تقريب الإدارة من المواطن، الفكر الكلاسيكي لهذا، لكن لا، هي ولايات صناعية بامتياز، زراعية بامتياز. طبعا من خلال هذه الولايات يمكن أنه نحدث طبعا طفرة، راح نأسس إلى مناطق فلاحية في المراحل القادمة، ديبول معناتها أغريكول، كذلك مناطق طبعا صناعية حسب التخصص والامتيازات، وهذا اللي موجود طبعا في قانون الاستثمار اللي نتمنى أنه يفعل، ونتمنى كذلك أنه كل صراحة عندنا قانون في المستوى، عندنا قانون دولي، عندنا قانون رقمي، ولكن خلينا ننتقدها أنه الهيئة اللي تسير هذا القانون مازالت صغيرة. درنا قانون كبير وعطينا له صلاحيات كبرى، الهيئة على مستوى المركزي أو على مستوى طبعا المحلي ينتظر 3 نقاط. حاجة الأولى أنه إمكانيات المالية تكون عند الهيئة. نعم. النقطة الثانية الإمكانيات طبعا المادية، يجب لما نقول إمكانيات المادية معناتها العقارات وبعض الإمكانيات الموجودة. والحاجة الثالثة مرتبطة بالعنصر البشري، أنه رانا في مؤسسة لخلق الثروة، يجب أن يكون العنصر البشري وليس طبعا بنفس النظام الكلاسيكي اللي كان موجود، نسير منظومة حديثة
يمكن أنه تخلق نعم. الثروة. نعم أستاذ هواري تغرسي. مشاهدينا نذهب إلى نقطة أخرى. في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي بروسيا كان الحديث أيضا عن عملة عربية موحدة. أستاذ صغور، الحديث عن عملة عربية موحدة، هل من روسيا بدأ الحديث على العرب ككتلة واحدة موحدة في نظام عالمي جديد، أم يمكن أن نرى في هذا ربما استغراب من روسيا في تشتت الكتلة العربية أمام الكتلة الغربية؟ أرجع بندير إضافة للسؤال الأول اللي طرحته للأستاذ الكريم. هي الجزائر تبحث في إطار الغاز على إعادة علاقة تصنيعه، بمعنى المكثفات لكوندنسا، لأنه لكوندنسا كما قال الأستاذ أنه السعر تاعها يساوي 10 مرات يعني السعر اللي تبيعه مقدم. وأعتقد أن الروس أنهم متطورين في هذا الميدان، ونعرف أنه عندهم يعني القاعدة وعندهم بنية تحتية، بنية كبيرة صناعية في ميدان الغاز وفي ميدان تطوير هذه الأمور. من الرئيس الجمهورية لما قالها يعني كان يقصد مباشرة يعرفوا الشراكة مع الروس في هذا المجال، في هذا المجال. وخاصة لأنه البلدان الغازية للأسف الشديد في وقت معين كانت بلدان منافسة وليست بلدان مشاركة مكملة لبعضها البلاد، كانت تنافس بعضها البعض في الأسواق. نعم. ولكن الآن فيه وضع جديد وفيه حالة جديدة. نرجع للعملة العربية. العرب أكبر أول مؤسسة بعد الأمم المتحدة اللي تأسست هي الجامعة العربية. الجامعة العربية تأسست في 1945. وكان مؤتمر الإسكندرية في 44. نعم. ولما الدول الستة والسبعة اللي أسسوها في 45 اللي هي كانت مصر، العراق، لبنان، سوريا، السعودية والأردن. كان من جملة الميثاق تاع الجامعة العربية هو الوحدة العربية، يعني هذا الهدف الأسمى. ولكن خلق مؤسسات من جملة هذه المؤسسات اللي هي اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وأيضا اتفاقية السوق، الاتفاقية الاقتصادية اللي هي بمثابة السوق العربية المشتركة. العرب كان دائما يبحثون على هذا المنطق، لكن للأسف الشديد في الثمانينات دول الخليج مشاو عملوا مجلس التعاون الخليجي، دول المغرب العربي مشاو عملوا الاتحاد المغاربي، بقات ثلاث بلدان الأربعة في الوسط اللي هي مصر والسودان وسوريا والأردن، ما عندهمش تقريبا ولا عاتي للجهاد. هذا التحول هذا، هل اليوم احنا كاتحاد مغرب عربي كاتحاد مغاربي هل هذا مفعل؟ لا يفعل ولن يفعل. مجلس التعاون الخليجي موجود حقيقة، ولكن يعاني أيضا من أزمات داخلية، وشفنا الخلاف اللي وقع بين قطر وبين المجلس ولكن اليوم نظن الرئيس الروسي كان ذكي جدا، وكان يريد تحفيز الأمة العربية، تحفيز العرب. أين أنتم أيها العرب؟ أين أنتم بمواردكم وأموالكم وما كنتش قادرين توحدوا أموركم؟ اليوم دولة مثل السعودية النجل الإجمالي المالي تاعها 850 مليار دولار فقط، تركيا. اليوم دولة مثل الإمارات العربية 450 مليار دولار. إذن هذه البلدان عندها إمكانيات رهيبة، وحتى احنا عندنا إمكانيات رهيبة لما تشتغل فعلا. وأنا أشوف دائما النجل الإجمالي المالي الجزائري وشكك فيه، 170 مليار دولار و180 و160، لأنه أكثر من 50% من الاقتصاد تاعنا مش مسجل، لا مراقبا ولا مسجل ولا دخل في الحسابات تاع النجل الإجمالي المالي. وبالتالي اليوم نظل احنا، والرئيس كان ذكي في الجواب، قال أنا كجزائري كبلدي احنا نحن نريد الانضمام إلى البريكس. نعم. مباشرة كان الجواب مباشر، لأنه ما قدرش يتكلم بالنسبه العرب. قال أنا كجزائري هاول مثل كممثل لدولتي، أنا الشيء الذي أريده هو البريكس، وجئت منه وأطلب منكم تسهيل دخولي إلى المنظمة. طيب أستاذ عبد الرزاق صغور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية، شكرا لك جزيل الشكر على حضورك معنا، على قبولك الدعوة أيضا. أستاذ هواري تغرسي، شكرا لك. مشاهدينا بهذا نأتي لنهاية هذه الحصة، شكرا لكم أنتم أيضا على كرم الإصغاء والمتابعة، في أمان الله.